الاجتماعية، فقد حصدت حرب الطرق الكثير من الأرواح وخلفت العديد من الإعاقات، متسببة بذلك في الكثير من المآسي في غالبية البلدان. وقد شهدت قوانين السير في المغرب نوعا من التشتت والتنوع، حيث صدر أول ظهير في 4 جانفي 1934، تم نسخه مقتضى ظهير 19 يناير 1953 ليعقبه ظهير 12 يناير 1963. غير أن التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب وارتفاع مؤشر حوادث السير حتم على المغرب مواكبة من التشريع الوطني للتشريعات الدولية ضرورة إصدار القانون 5205 المتعلق بمدونة السير على الطرق بتاريخ 11 فبراير 2010. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة زهرة بن سلوم، قاضية بالمحكمة الابتدائية بسلا، نائبة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا. كيجي هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه المحكمة الابتدائية بسلا في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية، وسيرا على بإشراف من رئاسة النيابة العامة. كما يعلم الجميع أن الأهمية والتحسيس في إطار الوقاية من حوادث السير هي ذات أهمية كبيرة، وبالتالي ففي هذا اليوم الدراسي حاولنا أننا نسلطوا الضوء على الأسباب ديال الحوادث السير، كيفية الوقاية منها، تدخل المشرع، وكذلك النواقص التي على مستوى مدونة السير، النواقص القانونية والتي تستدعي تدخل تشريعي من أجل تعديلها بغية تجاوز هذه الآفة التي تحصد آلاف الأرواح وتخلف العديد من المآسي داخل الأسر المغربية. في هذا الإطار سلطنا الضوء على توجهات محكمة النقد كذلك بخصوص بعض الإشكالات العملية كجنحة السكر والسياقة في حالته، كذلك بعض المخالفات ذات الطابع الإداري والتي لا تستدعي وجود متابعة وعقوبات وإحالتها أيضا على المحاكم وإثقال عبء النيابة العامة بها. كذلك ناقشنا كذلك كيفيات معالجة بعض مثلا محاضر الضابطة القضائية وتزويدنا بمعلومات كافية وتدارك النواقص التي تتخلل محاضر الضابطة القضائية من أجل مساعدة سادة قضاة الأحكام في تدبير ملفاتهم بشكل يومي داخل المحاكم. تطرقنا كذلك إلى أهمية التروتينات أو العربات الكهربائية، على اعتبار أنها أصبحت مستجدا واقعيا يستعمله الناس بكثافة داخل المجتمع، وإشكالية تجريم عدم الحصول على، يعني يستدعي الوضع حصول على رخصة لشهادة تأمين خاصة بهذه العربات، حتى لا قدر الله في حالة وقوع حوادث سير يجد الضحايا أنفسهم في حماية، يتلقون تعويضاتهم من شركة التأمين. هذا تقريبا جل ما تطرقنا إليه في هذه الندوة. الأبحاث التي يمكن أن تكشف عن الحقيقة، وبالرجوع لما الدنيا 71 من مدونة السير نجدها تنص على يخضع لزوما بأمر من وكيل الملك لخبرة طبية كل شخص ضحية حادثة سير أدلى بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل تتجاوز مدته 30 يوما او في حاله تعرضه لاعاقه مستديمه. فهنا من المقصود ومن المخاطب؟ هل النيابه العامه امام النيابه العامه خلال مرحله البحث النيابي ام المحكمه؟ فالصيغه التي جاءت بها هذه الماده هي صيغه عامه، المشرع عليه ان يغير عباره اذا ادلى للمحكمه بشهاده طبيه بعبارة إذا أدى أمام وكيل الملك بشهادة طبية. لماذا؟ لأنه واقعيا غير مستثار، المحكمة لا يمكن أن تأمر بإجراء خبرتين طبيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ أبو منزه، نائب وداد، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، نظمت اليوم برحاب المحكمة الابتدائية بسلا ندوة علمية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير، ندوة علمية حول موضوع إشكاليات تطبيق مدونة السير بين النص والواقع، والتي شارك فيها مجموعة من وثلة من المتدخلين في المجال والذين أذوا بعروض قيمة ومدخلات جد متميزة. وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على الأهمية القصوى التي يوليها جهاز القضائي رئاسة ونيابة بالقضايا التي تهم المجتمع وسلامته. وفي الأخير تقدمنا وخرجنا بمجموعة من التوصيات ومجموعة من المقترحات بما فيها حث الفاعلين في المجال على والمتدخلين في المجال على وضع استراتيجية وطنية جديدة وجدية تهم مجال السلامة الطرقية. وشكرا.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.